يوم هنعيشه في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مع يوم في الجنة. وديكم شايفين احنا قاعدين في منظر يعني وإن كان هذا إعداد البشر للبشر فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة قال عنها جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة هي ميدان التنافس الحقيقي قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. زي ما بيقولوا يا جماعة أن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، أما مفاوز الآخرة فإنما تقطع بالقلوب. ومن أجل ذلك القلوب دي لازم تشتاق إلى جنة علام الغيوب سبحانه وتعالى. عشان كده كان حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما دايما يكثر من ذكر الجنة. سيدنا حنظلة حديث رواه مسلم كان يقول: كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. من كثرة ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الجنة والكلام عن الجنة والحديث عن نعيم الجنة كأنك شايف الجنة قدام عينيك. طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم. واللي أعجب من ده كله يا جماعة أن النبي عليه السلام كان يربط كل طاعة في الكون ده كله يربطها دايما بالجنة. وتعالوا نشوف بعض الأمثلة في عجلة سريعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بداية من نطق كلمة التوحيد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. تعالوا نخش على الأذان قال صلى الله عليه وسلم: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. تعالوا نخش على الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. خش على الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين عن الفجر والعصر من صلى البردين دخل الجنة. وقال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. تعالى ندخل على طول كده على الزكاة والصدقات يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. طب والصيام يقول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. طب والحج يقول صلى الله عليه وسلم: والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. طب وطلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طب والجهاد إن الله عز وجل جعل للمجاهدين 100 درجة في الجنة. سبحان الله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. طيب وبر الوالدين: الوالد أوسط أبواب الجنة. وعد معايا في كل الطاعات، أنا بذكر لحضراتكم بس أمثلة سريعة جدا جدا، وإلا فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أي طاعة إلا وربطها بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. مين اللي بيسمع الكلام دوت؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الأمة الإسلامية. فأصحاب النبي قلوبهم اشتقت للجنة بشكل لا يخطر على قلب بشر. تعالوا نشوفوا كيف يعني تفاعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الجنة وتشويق النبي لهؤلاء الصحب الكرام إلى جنة عرضها السماوات والأرض. انظر لهذا المثال العجيب اللي أعجب من الخيال. سيدنا عمير بن الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل ما تبدأ الغزوة حب النبي يشجع الصحابة عشان يخشوا يجاهدوا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة قاعدين مش مستوعبين برضو الحتة دي، لأن برضو ده أول مرة وأول لقاء بين المسلمين وبين المشركين. فقال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام شاب صغير واقف جنب النبي عليه السلام فبيتكلم بصوت عالي فبيقول ايه: بخن جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له النبي: يا عمير ما حملك على قولك بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج عمير بن الحمام بعض التمرات، أكل تمرة أو تمرتين ثم نظر إلى التمر وقال: لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات ودخل فجهد في سبيل الله فقتل شهيدا فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت بن قيس لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: بس خلاص أنا حبط عملي. هو قال كده ليه؟ لأن هو كان خطيب النبي عليه السلام. لما تيجي الوفود كان النبي يقوم ثابت بن قيس عشان يخطب، فكان صوته عالي جدا، فظن إن لما صوته كان بيعلى فوق صوت النبي إنه خلاص كده داخل النار.
فسيدنا نبي عسلم بيصلي فما لقاهوش، فقال أين ثابت بن قيس؟ قالوا لا ندري يا رسول الله. راح منادي على جاره سعد بن معاذ، قال اذهب إلى ثابت وقل له رسول الله يقولك السلام، ويقول لماذا لا تأتينا؟ فذهب إليه، كيف حالك يا ثابت؟ رسول الله يقولك السلام. قال وعلى رسول الله السلام. قال لماذا لا تأتي؟ قال شر يا سعد، نزلت تلك الآية وما أراني إلا من أهل النار. فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال النبي ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل. قال فذلك لك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة. سيدنا بلال بن رباح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة، دخلت الجنة فسمعت خشخشة أو سمعت دفا علي بلال أمامي في الجنة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. شوف قد إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبشره وبيعرفه إنه هو من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا جعفر بن أبي طالب، شوف احنا عمين بنتكلم عن شوق هؤلاء الصحابة المشتاقون إلى الجنة، اللي كانت قلوبهم فعلا بتشتاق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سيدنا جعفر بن أبي طالب في يوم السرية مؤتة وكان من ضمن القواد الثلاثة، لما أمسك الراية قال يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. يا سبحان الملك، مجرد أنه حس باقتراب الجنة تمنى أن يموت، فدخل فضرب في يده اليمنى فقطعت، اليد اليسرى قطعت، وضع السيف بين أو راية بين عضدي فقطعوه نصفين، فرآه النبي وله جناحين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سيدنا عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، واستأذن النبي فأن يجاهد في يوم أحد مع أنه معذور وأولاده حول يمنعوه فما عرفوش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. يوم عمرو بن الجموح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، قال إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل. فدخل فقتل فقتل، فرأه النبي بعد الغزوة مقتولا، فقال والله يا عمر لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. نماذج عجيبة جدا من شوق هؤلاء الصحب الكرام إلى جنة عرضها السماوات الأرض. ما احنا لازم قبل ما نوصف يوم في الجنة لازم نشوف القلوب الجميلة اللي اشتاقت إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. اللي أعجب من ده كله إن في من الصحابة يا جماعة مش فقط اشتاق للجنة، لا والله الذي لا إله غيره شموا رائحة الجنة وهم ما زالوا أحياء في هذه الدنيا. على رأس هؤلاء أنس بن النضر، والحديث رواه البخاري ومسلم إن أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه كان قد تغيب عن غزوة بدر لمرض شديد نزل بجسده، فحزن حزن شديد جدا، ما قالش بقى بركة يا جامع، فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فما كان منه إلا أن دخل في غزوة أحد بعد بدر بعام، فلما دخل وحدثت طبعا يعني نزول الرمان من على الجبل وانقضاض المشركين على المسلمين وقتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا بعد ذلك قتل النبي، فشاع خبر أن النبي قد قتل. طبعا دي كانت إشاعة. فأنس بن النضر عدى على الصحابة لهم جلسين، قال ما تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله. فتعجب وقال سبحان الله، إن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنعون. يعني الصحابة أبرأوا إليك عن المشركين. ثم تقدم قاتل فقتل سعد بن معاذ وقال والله ريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. بقى الناس طلع تجري برا أرض الجهاد وأنس بن النضر الواحد داخل يجري ورا ريح الجنة. فضرب 84 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر، شيء حاجة فوق الخيال، حاجة فعلا فوق الخيال. سيدنا سعد بن ربيع أيضا شم رائحة سعد بن جبل في غزوة أحد والحاكم بسند سعد. سيدنا النبي في آخر الغزوة قال لثابت بن إذا وجدته أقرئه مني السلام، يقول كيف يعني
حصل ايه ذهب في الرمق الاخير. ما الذي قاله سعد بن ربيع؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل امانينا وقبل ما حد، نحقق كل امانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تخيلوا حضراتكم النبي عليه السلام بيبعت سلامه لسيدنا سعد بن ربيع. يا بختك يا سيدنا سعد. فزيد بن ثابت قال: فبحثت عن سعد بن ربيع فوجدته في الرمق الأخير، في آخر نفس، كان مقتول، كان استشهد في غزوة أحد ولا في آخر نفس. فلما وجده قال له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ قال: وعلى رسول الله السلام، كل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة. الله أكبر. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. شوف كل خوفه على مين؟ كل خوفه على النبي، النبي صاحب الفضل الكبير علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى، اللي عرفنا كل خير وحذرنا من كل شر. هو اللي قال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منهم. يعني في صحابة شموا رائحة الجنة وهم ما زالوا أحياء في الدنيا. أي نعم، في صحابة شموا رائحة الجنة وهم ما زالوا أحياء في الدنيا. بل الأعجب من كده إن من شوق أصحاب النبي إلى الجنة، في منهم اللي مش شم ريحة الجنة بس، لا، ولم يتمنى دخول الجنة فحسب، لا، بل تمنى صحبة النبي في الجنة. كان إحساسه من جواه إنه ما تنفعش الجنة من غير ما أشوف النبي، ما تنفعش تكون جنة من غير ما أكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن هؤلاء ربيعة، ربيعة بن مالك أو ربيعة بن كعب. حديث رواه مسلم إن النبي عليه السلام كان ربيعة كان دايما يحضر له مية الوضوء، فالنبي عليه السلام كان لا يترك أحدا يفعل معه أي معروف إلا ويكافئه صلى الله عليه وسلم. فقال له يوما: سلني شيئا يا ربيعة. فربيعة شاب من أصحاب الصفة أو من أهل الصفة، فقير جدا جدا، ما عندوش فلوس، عنده 17 سنة ونفسه يتجوز، لا عنده بيت ولا عنده زوجة ولا عنده فلوس ولا عنده أي حاجة. يعني لو النبي بيسأله سألني شيئا يا ربيعة يقول له شقة وعروسة، يعني فاهم إزاي؟ ده مطلب أي شاب في السن ده. فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي: أو غير ذلك؟ يعني عايز يقول له: فكر يا ربيعة، يعني انت لسه لم تتزوج ولسه شاب صغير ومعكش فلوس ولا ليك بيت حتى تسكن فيه. قال: او غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: فاعني على نفسك بكثرة السجود لله، فانك لا تسجد سجدة الا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله، صحبة النبي في الجنة. عايزكم تتخيلوا كده منظر الحوالي ده، فعلا بصورة مصغرة. طبعا ما فيش علاقة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، أنا بقول لكم هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل لما أكون في جنة بقى كده، يعني أنا حاسس كده وأنا قاعد في المكان الجميل ده، حاسس كأنك شامم نفحات الجنة وريح الجنة. فتخيل بقى لما أكون في الجنة نفسها، ومش كده وبس، وفي صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الثاني أنا بسميه حديث المحب، حديث المحب. حديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد الحسن أن رجلا محبا لم يذكر اسمه لكن حسبه أن الله يعرفه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، بس عندي مشكلة، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبي في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي فنزل قول رب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله، سبحان الله. كان في مشهد عجيب جدا لسيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، اللي يعني اللي ضرب المثل في الدنيا بالعدل والقسط والرحمة والإنصاف. في يوم من الأيام كان عمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة المنورة، فأرسل وزيره المخلص رجاء بن حيوة،
وقال يا رجاء اشتري لي ثوبا جديدا. فاشترى له ثوبا ب500 درهم، وهو لسه والي على المدينة. فقال ما رأيك؟ قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن، ثمن رخيص يعني. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المؤمنين بيحكم 26 دولة، أرسل رجاء مرة أخرى ليشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا ب5 دراهم. فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء وقال ما بك يا أمير المؤمنين؟ يعني أنا اشتريت لك ب500 قلت لي رخيص، ولما اشتريته ب5 قلت لي غالي. قال أخبرك يا رجاء، يا رجاء إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي إلى أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لتلك الجنة يا رجاء. هي دي المسألة، إن لي نفسا طواقة. اتكلمنا النهاردة عن المشتاقين إلى الجنة، وعنوان الحلقة المشتاقون إلى الجنة. خد بالك من حاجة عجيبة جدا، طب كلنا بنشتاق للجنة، الصحابة والتابعين والتابعين وإحنا منهم، كلنا بنشتاق للجنة. لكن يا ترى السؤال يا جماعة، الجنة بقى نفسها هل بتشتاق إلى أحد من البشر؟ خد بالك الجنة لها حس وإدراك. إزاي لها حس وإدراك؟ يعني الجنة بتفهم ولا حس؟ طبعا لها حس وإدراك. قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الجنة تسبح بحمد الله، الكون يسبح بحمد الله، الأرض، السماوات، النجوم، الجبال، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الكون ده كله بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. الجنة ممكن تكون اشتقت لحد، الجنة اشتقت لأربعة سبحان الله. ورد فيهم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى 3، علي وعمار وبلال. وفي الرواية الأخرى إن الجنة لتشتاق إلى 3، علي وعمار وسلمان. والجامع بين الروايتين اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وبلال وسلمان. الله أكبر، نفسك ما اشتقتش للجنة ونفسك ما اشتقتش للجنة؟ بنكلمكم النهاردة عن المشتاقين إلى الجنة. فين النفوس التي تشتاق إلى الجنة؟ خدوا بالكم من حاجة أغرب من الخيال، لما حضراتكم تطلبوا من ربنا الجنة وتسألوه الجنة، تخيلوا إيه اللي بيحصل؟ حاجة أغرب من الخيال. الجنة نفسها ورب الكعبة، الجنة نفسها بتطلبكم من ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ من النار 3 قالت النار اللهم أعذه من النار. سبحان الملك. بإذن لما حضرتك بتسأل الجنة ولما حضرتك بتسأل المولى عز وجل إنه ربنا يدخلك الجنة، الجنة نفسها بتشتاق لكم وتقول يا رب فلان الفلاني سألك الجنة فيا رب دخلوا الجنة يا رب العالمين. مين اللي بتقول كده؟ الجنة، الجنة نفسها. لكن حديثنا عن المشتاقين إلى الجنة، من الآن شوق قلبك للجنة، اقرأ كتير عن الجنة. وإحنا الحلقات دي كلها بفضل الله قبل ما نعملها حلقات كتبتها في كتاب اسمه يوم في الجنة. يوم في الجنة هتقضي يوم في الجنة من خلال ان انت تتعايش مع كل نعيم الجنة ومع كل ما في الجنة من النعيم ومن المتع التي لا تخطر على قلب بشر. ويكفي قول المولى عز وجل، والله عز وجل هو الذي غرس كرامتها بيديه، قال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما فيش أجمل من الجنة. اوعى تنسى ان انت طالب جنة، الدنيا ما هيش دار بقاء، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. اجعل همك كله الجنة، خلي همتك عالية ومش أي حتة في الجنة. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فلما ربنا يجمعنا في الفردوس نبقى عادين في الجنة اللي سقفها عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. كما قالت أسيا امرأة فرعون رب ابن لي
عندك بيتا في الجنة يقول العلماء فاختارت الجار قبل الدار. اللهم إنا نسألك جوارك في جنتك يا رب العالمين. اللهم أنعم علينا وأكرمنا جميعا بأن نكون صحبة يا رب العالمين في جنة الرحمن. اللهم آمين. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.